من وقت كورونا والناس بقت بتتخوف من مخاطر الفيروسات والأوبئة، خصوصا ان في دراسات انتشرت في مجلة نيورون بتقول ان الالتهابات الفيروسية الشديدة زي الالتهاب الرئوي ممكن تزود من خطر الإصابة بأمراض بارينسون او الألزهايمر. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية في إيطاليا. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير، صباح الخير للجميع، صباح الخير لمصر. يا أهلا بحضرتك. إيه حقيقة إن الالتهابات الفيروسية بتزيد من خطر الإصابة بالأمراض العصبية؟ ولو حضرتك توضح لنا الفرق ما بين ألزهايمر والبارينسون. نعم، بالنسبة للالتهابات الفيروسية معروف من زمان هي إلها تأثير كبير على الجهاز العصبي، عشان هيك في المدة الأخيرة صارت عليها بحوث كثيرة، بحوث كثيرة للتوضيح مهم إنه حسب إحصائيات، لأنه البحوث نوعين، بحوث حسب الإحصائيات وعدد المرضى، وفي نفس الوقت بحوث على الجثة وبعد التوفي وبعد إنه الواحد سوى تشريح للجثة ويفهم بالضبط شو أسباب التوفي أو أسباب الأمراض. هاي من نوع أول. من نوع ثاني، البحوث اللي صارت إنه شافوا كثير من المرضى اللي كان عندهم التهابات فيروسية في المخ، وخصوصا الانشيفاليتي بسموها بالإيطالية وبالإنجليزي الفيروسية، لما الشخص يصيب فيها في عنده تقريبا 31 مرة احتمال انه يصير عنده الزهايمر او الباركنسون، وهي دول المرضين، مرضين من الست امراض تعات الجهاز العصبي اللي يصيب الشخص خصوصا في المسنين. ليش؟ لانه بتصير عنده نقص في مادة اللي تفرز في المخ مثل الباركنسون، وبعدين الألزهايمر نفس الشيء، اللي بصير عنده رج كثير في ايده، وبنلاحظ انه الشخص بيفقد طريقة المشي الطبيعية اللي عنده. عشان هيك النقطة الأولى، هاي البحوث صارت حسب إحصائيات وشافوا نتيجتين مهمات. كل الأشخاص اللي صار عندهم التهابات فيروسية في المخ في عندهم 31 مرة احتمال أنه يصيبوا في الباركنسون، وفي نفس الوقت الالتهابات مع الإنفلونزا بس مع التهابات الرئتين بيصير عنده 4 مرات أزيد احتمال أنه يصيب في الباركنسون أو الألزهايمر. ليش السبب؟ لأنه المخ وجهاز العصبي بتأثر كثير بكلة الأكسجين، وإحنا بنعرف إنه المخ لما ما يوصلوش أكسجين في الفترة مستمرة وفي نفس الكمية بصير عنده ضعف في قوته، وهذا شفناه أخرى في أمراض الكوفيد، لأنه أغلب اللي أصيبوا في الكوفيد ومصابين في الكوفيد لونج، الكوفيد الطويل، في عندهم أمراض كتير عصبية، وخصوصا فقد الذاكرة وصعوبة التركيز وصعوبة النوم. كل هاي الأشخاص اللي أصيبوا، وإحنا يوميا نناقش في هذا، ومبارح في جامعة روما محاضرة كبيرة والامتحانات اللي عملتها عن هذا الموضوع، عن أمراض الجهاز العصبي وارتباطه في الكوفيد وارتباطه بالالتهابات الفيروسية خصوصا المخ. دكتور، من المعروف دكتور ان الامراض العصبية يعني بتكون من الامراض الغير قاتلة، يعني سواء باركنسون او الالزهايمر ما فيش مريض بيتم تسجيله ان هو لا قدر الله توفى بسبب هذه الامراض. اغلب الوفيات بتكون يا اما بسبب الحالات المرضية الاصلية اللي عندهم ضغط سكر ايا كان، او اللي بيبقى ما عندهمش المشكلة دايما بيبقى بسبب الالتهاب الرئوي. الفيروس لما
بيصيب الرئه هو اللي بيبقى بيتسبب او السبب الرئيسي، لانه بيكون يعني فقد القدره حتى على انه يكح علشان يطرد الفيروس. نعم، هذا ملاحظه مهمه. ليش؟ لانه لما الشخص يغدى مصاب في اي مرض او المسنين، في عندنا امراض اخرى مرتبطه فيه. سبب التوفي دائما بتعلق 95% بالقلب وبالرئتين. ليش؟ لانه الشخص لما يصيب في مرض من الاعصاب، وخصوصا الزهايمر، الباركنسون، الALS او السيليا، اللي هذول كلياتها بيغضى الشخص عنده جهاز المناعه ضعيف. نعم. القاعده المهمه انه كل شخص يصاب انه جسمه ضعيف، لا يقاوم الفيروس، لا يقاوم البكتيريا، لا يقاوم تغير الخلايات الخليه في حاله الورمات او السرطانات. كليات القاعده بتتعلق في جهاز المناعه عند الشخص. عشان هيك الشخص لما يغدى عنده باركنسون او الزهايمر بيغدى جهاز المناعه عنده ضعيف. عشان هيك في كثير من الاشخاص اللي مصابين في الزهايمر والباركنسون اصيبوا في الكوفيد وتوفوا في سكته قلبيه او بالتهابات الرئتين. احنا في بداية الوباء بدينا نستعمل كلمة ونستمر باستعمالها، مهمة من ناحية طبية وصحية، إنه الفيروس كوفيد يعجل توفي الشخص وليس يسبب 100% توفي الشخص. في فرقين. ليش؟ بيعجل أو يسرع توفي الشخص لأنه الجهاز المناعة ضعيف ويسبب التهابات في الرئتين. وفي نفس الوقت يعني من اول العلماء اللي انا تكلمت عالميا بالنسبه للجلطات الدمويه، واحنا كنا بحاجه لشرح الى تشريح الجثث، لانه كثير من الامراض الجهاز العصبي كان عنده السبب بالجلطات وتكوين جلطات صغيره في المخ. نعم. طيب دكتور، بحسب كلام حضرتك يعني، واحنا بنتكلم عن فيروس كورونا فهو انتشر في العالم كله، اعتقد انه ما فيش حد عايش على كوكب الارض ما جالوش كورونا، ايا كان المتحور ايا كانت الاعراض، لكن اعتقد ان كلنا جالنا كورونا خلال الاربع سنين اللي فاتوا. الدراسه بتقول ان المرضى اللي دخلوا المستشفى بسبب الالتهاب الرئوي بعد الاصابه بالانفلونزا كانوا اكثر عرضه للاصابه بهذا المرض اللي هو الزهايمر او الباركنسون. هل الكورونا من الممكن ان تؤثر بهذه الدرجه؟ لانه دلوقتي هيكون في حاله من التخوف، حضرتك قلت ان اللي جالهم كورونا بعد ما خفوا جالهم شويه الى حد ما قله في التركيز او قله في النوم، لكن هل الامر ممكن يتطور لانه يصل الى الزهايمر؟ مش فيش عندنا 100% كل الاشخاص اللي اصيبوا، بتعلق في ثلاث نقاط لانه توضيح مهم بالنسبه لهي النقطه. النقطة الأولى بالنسبة للعمر، بالنسبة للأمراض الأخرى، عنده سكري، عنده سرطان، عنده أمراض قلب، عنده أمراض الجلطات الدموية. في نفس الوقت بالنسبة للغدة الدرقية وبالنسبة لقوة جهاز المناعة عند الشخص. هاي الأشخاص احنا بنشوفها أزيد في أوروبا وأمريكا والدول الأجنبية، لأنه نسبة المسنين أعلى بكثير من الدول العربية والدول الأفريقية. يعني أنا في إيطاليا بشوف كثير من هاي الحالات، لأنه كل واحد من أربع أشخاص في إيطاليا عمره أزيد من 65 سنة. مفهوم طبعا. عشان هيك بندرس كثير في هذا المجال. المهم حسب رأيي إنه الشخص لما يصير عنده الكوفيد ويصير عنده الأعراض بعد الكوفيد إنه يتابع المراجعة مع الدكتور، لأنه إحنا بنشوف بارتفاع تقريبا 35% من الحالات الكوفيد المستمر. صحيح، خصوصا لو تطورت الأعراض أو زادت الأعراض واحتاج إنه يدخل المستشفى، لابد فعلا من مراجعة الطبيب بعد ما يخرج من المستشفى عشان حتى لا نصل إلى هذه الحالة. شكرا جزيلا الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية في إيطاليا.